يمكن الخبر اللي معانا دلوقتي وزي ما حضرتك كنتوا اكدتوا على طبعا التواصل والاتفاق بين منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، فمعانا بقى خبر متعلق بمنتخبنا الوطني وطبعا هيكون مرتبط بدوره وديه في القاهره في العاصمه الاداريه الجديده، ويمكن كان في اتصال بين مستر مارسيل كولر وكابتن حسام حسن، واكيد بقى كابتن بيبو طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي بيكشف تفاصيل مكالمه كولر مع كابتن حسام حسن. يمكن قال كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعت كلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وجاءت المكالمة إيجابية في إطار طبعا العلاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني والأجهزة الفنية الأخرى، ويمكن كمان كان تم التنسيق في الأمور المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية. كمان طبعا لازم نتوقف يمكن عند هذا الخبر لانه يمكن هنشوف بقى منتخبنا الوطني لاول مره مع الجهاز الفني الجديد، ويمكن ده هيكون ليه استفاده اكيد قويه، فعايزين نعرف بقى حضراتكم شايفين ازاي تجميعه المنتخب القادمه واكيد المشاركه في البطوله الوديه. طب ما اسمع راي ابراهيم الاول. طيب هو منتخب مصر اول مره مدرب وطني بحجم حسام حسن بكل خبراته يتولى المهمه. حسام بدا باختيار 10 لعيبه من الاهلي مره واحده في الوقت اللي لعيبه الاهلي مجهده في العدد الكبير من الماتشات اللي بتلعبه، وفي نفس الوقت عندها مباراه رسميه في دوري ابطال افريقيا. في تلامس بين البطولتين، البطوله الوديه وهي في الاول وفي الاخر بطوله وديه، لكن اما وانه المدير الفني للمنتخب واخد 10 لعيبه مره واحده المساله محتاجه تنسيق، التنسيق ماشي في ثلاث نقاط، النقطه الاولانيه الاحمال البدنيه اللي الراجل هيديها للعيبه ديت. وده كان مهم جدا في التواصل اللي تم عشان ياخد باله من الدرجة البدنية اللي وصل لها لعيبة النادي الأهلي، خاصة أن فيهم ناس رجع من الإصابة زي أحمد نبيل كوكا مثلا والأهلي محتاجه في مباراة سيمبا، لكنه لغاية دلوقتي لغاية لما المنتخب خده ما كانش لعب. فالتنسيق مهم على مستوى الأفراد، على مستوى الحالة البدنية، وعلى مستوى توقيت البطولة الودية المباراتين هيتلعبوا إمتى عشان يلحق مارسيل كولر يستعين باللعيبه. فأتمنى انه هذا الاتصال اللي تم تكون له ان شاء الله نتائج كويسه. انا عايز اضيف حاجه، يعني الترحيب بالكابتن حسام وكابتن ابراهيم في قياده المنتخب فاق كل التوقعات، ما من احد الا ورحب بهذه الخطوه، ما من احد الا وتمنى لهم التوفيق. نتمنى أن تكون الانطلاقة البداية يعني مؤشر يدعونا جميعا أن احنا نظل على هذا القدر من الالتفاف، لأن ده مهم جدا 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 أن المنتخب يشعر بهذا الدفء وهذا الالتفاف حواليه. احنا داخلين على يعني معترك في البداية، هنواجه كأس أمم إفريقية ثم كأس العالم، ولكن هيكون إلى حد كبير شكل الفرق اللي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم قد حسم. المرة دي قد يعتقد البعض أن الأمر سهل، إن في 10 فرق، 9.5، يعني 9.5 يعني 9 والعاشر هيبقى فرصة بين بطل آسيا بطل يعني فريق من آسيا أفريقيا يتأهل الفائز منه. أعتقد أن مصر عيب أو ما تكونش من العشرة دول، ولكن ليس الأمر بهذه السهولة لما كان واحد وبعدين بقوا ثلاثة وأربعة وخمسة برضو لم نتأهل إلا بصعوبة مرة. يعني مصر تستحق مكانة يعني منتظمة في كأس العالم أكثر من هذا بكثير. نتمنى كلنا نقف مع المنتخب، لكن التنسيق مع الأندية كافة مش الأهلي بس مهم جدا جدا علشان نجاح هذه الخطوة. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.